هذه مسألة تخفى على بعض الناس. إذا لقيت أحدا أو دخلت مكانا فابدأ بالأكبر، سواء بالمصافحة أو بتقديم الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس يبدأ باليمين ولو كان أصغر، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيده سواك وكان أمامه رجلان، فأراد أن يناوله الأصغر فقيل له كبر كبر، بخلاف ما إذا كان على يمينه صغير وعلى يساره كبير وهو جالس بينهما فإنه يقدم اليمين ولو كان صغيراً.